طبعا ربنا يكون في عون الأهالي، يعني هو موقف الحقيقة صعب للغاية، ربنا يكون في عونهم ويصبرهم يا رب. خلينا ننقل أسئلة الأهالي للمحافظ، محافظ البحيرة دكتور محمد سلطان. مساء الخير يا دكتور، وطبعا احنا يوميا مع حضرتك للمتابعة، أشكرك على وجودك معانا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ربنا يخليك. قول لنا ايه آخر التطورات النهاردة فيما يخص طبعا هذا الحادث والبحث عن الضحايا؟ هو النهاردة توصلت جهود البحث، احنا النهارده تم انتشال 5 جثث اضافيه، فاجمالي الجثامين اللي تم انتشالها 169. ويعني حظي النهارده تم حضور بارجه من شركه البترول، تم احضارها من شركه البترول وعليها 10 غطاسين، والبارجه دي كان عليها طبعا ونش بقدره 100 طن. و يعني هما النهارده يعني حاولوا ان هما يعني طبعا نزلت الغواصين وحاولوا ان هما ينتشلوا المركب، لكن لم تنجح المحاولات. وان شاء الله في استكمال المحاولات باكر في اير باجز اللي هي البالونات الهوائيه هيتم احضارها، وهيتم احضار ونش اكتر بمقدره اعلى ان شاء الله لاستكمال جهود الانقاذ. تمام، قول لي يعني افهم من كلام حضرتك انه ما زال البحث مستمر، الكلام والشائعات اللي يعني روجت انه في نوى وانه جهود البحث توقفت دي مش حقيقيه؟ بص انا فعلا النهارده كان في ازدياد لشده الريح، وكان في صعوبه في عمليات البحث والانقاذ، لكن القوات البحريه كانت موجوده، والبارجه اللي كانت موجوده من شركة البترول كانت موجودة وشغالة، لكن كان فعلا في صعوبة، الغطاسين كانوا بيجدوا صعوبة جدا في النزول تحت الماء، ويجدوا صعوبة في البحث، لكن لغاية آخر ضوء كانت الأعمال سارية. وإحنا الآن يعني في المرحلة الحالية مركزين الحقيقة إن إحنا نطلع المركب فوق سطح أعلى، لأنه في صعوبة جدا أما الغطاسين بينزلوا تحت، ما بيقدروش، الرؤية غير واضحة، ما بيقدروش يتعاملوا مع المركب بصورة كويسة، يقدروا يطلعوا كل الجثامين اللي فيها. النهارده طلعوا جثامين منها، لكن هم عايزين تبقى المركب في مكان أكثر ارتفاعا، ويقدروا يطلعوا كل حاجة لو كان فيها أي حاجة. وفي نفس الوقت جهود أيضا البحث امتدت لمساحات أكبر أبعد من المساحة اللي كان موجود فيها غرق المركب، وفي محاولات طبعا لإيجاد أي جثامين في المنطقة المحيطة، لكن في صعوبة كبيرة جدا يعني يمكن الناس مش متخيلها، لكن مع ذلك احنا مستمرين في جهود البحث لغاية ما نتأكد تماما انه ما فيش أي جثامين في هذه المنطقة. طيب هل يعني في تواصل حاصل من حضراتكم في المحافظة مع الناس الأهالي؟ لأن طبعا هم معذورين، يعني هم منتظرين أي أخبار عن جثث ذويهم. بص يا فندم، في غرفة عمليات مشكلة في مدينة رشيد، فيها رئيس المدينة طوال 24 ساعة متواجد على نقطة حرس الحدود اللي بيتم منها تنظيم عملية الإنقاذ، وفي ناس موجودة من مجلس المدينة ومن المحافظة مع المراكب اللي موجودة جوه يتواصلوا. أنا شخصيا بتواصل مع قبطان المركب بالصورة كل ساعة عشان أعرف منه إيه الأخبار. في نفس الوقت إحنا بنتواصل مع الناس وبنقول لهم، طبعا يعني انا مقدر ان في ناس ومقدر ظروفهم، لكن عايز اقول لحضرتك الموضوع في منتهى الصعوبه، ليست الامور سهله كما يقال، يعني الناس بتقول حاجات كتير جدا وناس بتقترح اقتراحات، احنا بنشوف كل المحاولات اللي يمكن تنفيذها ويتم تنفيذها. القوات البحريه متواجده من اول الضوء النهار حتى اخر ضوء، شركه البترول متواجده بالمعدات، وهنجيب معدات اثقل من ذلك، دي بيبقى في صعوبة كبيرة جدا عشان ننقلها ونوجهها للمكان، لكن تم النهارده اتحركت البارجة من أبو قير، وكان في بالونات صغيرة الحجم، فقالوا لا احنا محتاجين بالونات أكبر، الإير باجز الأكبر، فهتيجي الصبح إن شاء الله وهنبتدي نكمل برضه، لكن العملية فيها صعوبة كبيرة لكن مستمرة، وإحنا مش هنتوقف إلا ما نتأكد تماما من عدم وجود أي جثامين. تمام ان شاء الله. انا بشكرك طبعا جدا. الاول عايز اعرف التحقيقات وصلت لفين يا فندم، هل في اي جديد فيما يخص التحقيقات؟ التحقيقات زي ما قلت لحضرتك امبارح يعني في الاربعه الاساسيين، وفي 9 كمان تم القبض عليهم وتجري معاهم التحقيقات،
لانه في اصرار على يعني حصر جميع المشاركين في هذا الموضوع، الشبكه كلها لي يعني طبعا لاتخاذ اشد الاجراءات القانونيه ضدهم ان شاء الله. تمام يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سلطان محافظ البحيره، شكرا لحضرتك.